لكأس الأبطال والتعويض نتابع التقرير للزميل عليان العروسي. أجريت مساء اليوم قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، الكل عرف النتيجة، من سيقابل في دور الثمانية وما هو مصيره في الدور التالي. المهم أن الجميع وجه نظره صوب البطولة الأغلى ومسك ختام الموسم الرياضي السعودي. الهلال بطل كأس ولي العهد والشباب بطل دوري زين، ذاق حلاوة الذهب خلال الفترة الماضية، وبالتأكيد فهما يطمعان للمزيد. بقي ستة أندية تطمح بقوة لتحقيق اللقب الباقي في الموسم، لكن المشوار لن يكون سهلاً، والأماني وحدها لا تكفي، فأنت تريد وغيرك يريد، وفي النهاية سيتوج بالكأس الغالي فريق واحد. الأمر الهام الآن أن الأندية الثمانية بدأت تعمل كي تجني ثمرة جهد موسم كامل، فالأهلي الوصيف يريد تعويض فقد بطولة الدوري بالمحافظة على الكأس التي حققها العام الماضي. الاتفاق هو الآخر يريد إعادة الصورة البهية التي قدمها هذا الموسم بعدم الخروج من الموسم خالي الوفاض. أما الفتح فالمنافسة في هذه البطولة مطمع، والوصول للأدوار المتقدمة هدف يبحث عنه النموذجي. الاتحاد يسعى جاهدا لإعادة الكأس لخزينته بعد أن فقده العام الماضي، ولا سبيل له للمشاركة آسيويا في الموسم المقبل سوى بتحقيقه اللقب. أما النصر فظروفه تشابه ظروف الأهلي العام الفائت، ولعل هذا يبعث التفاؤل لجماهيره لفعل شيء يعوض إخفاق الموسم. أخيرا صاحب المركز الثامن الذي لن يتحدد إلا مساء الأربعاء سيجد نفسه في موقف. أبو عبد الرحمن، طموحات الفرق في بطولة كأس الأبطال؟ شوف، بطولات الأبطال دائما وأبدا يعني تشهد تنافس غير طبيعي وتنافس شرس حقيقة، لكن يتصور أن بطولة هذا العام ستشهد تنافس ضعف ما شهدته البطولات السابقة، عطفا على أنه طموح الأندية الموجودة الآن على أرض الواقع يعني لم يبقى لها هذه البطولة. أنا أصحح التقرير أنه ذكر أن البطولة كأس ولي العهد للهلال وبطولة الدوري للشباب، لكنه يعني أغفل الحديث عن بطولة الأمير فيصل بن فهد واللي حققها الأهلي. في النهاية هؤلاء الثلاثة هم يعني ربما اللي ممكن نقول أنه جانبهم لديه بطولة، لكن بالتالي يعني بطولة الأبطال لو أخذنا على سبيل المثال الهلال لم يحقق البطولة ويطمح بالتأكيد أنه يحقق البطولة. النصر لديه مشاكل فنية ويطمح بأن يحقق البطولة، لكنه بناء على الوعود سواء من المشرف السابق أو اللاعبين أو ما شابه ذلك، يعني كلهم طموح في أنه يحققون البطولة كآخر بطولة في الموسم. كل فريق موجود في من ضمن الثمانية يحمل طموحا مختلفا عن الآخر في تحقيق البطولة، لكن عنوانه الرئيسي المنافسة ثم المنافسة ثم المنافسة. أبو هيا، هي البطولة تحمل اسم عزيز جدا على جميع علينا احنا كسعوديين، وهي آخر بطولة في الموسم، ويحاول كل فريق من الفرق الثمانية انه يحققها، و كثير من الفرق التي تراجعت خصوصا مثل النصر مثل غيره من الفرق اللي ما قدمت، مثل الاتحاد أيضا اللي ما قدمت المستويات الجيدة واللي ما حققت بطولات هذا الموسم، تحاول أن تعوض وأن تحقق هذه البطولة لتكسب رضا جماهيرها ولتثبت أنها ما زالت باقية في الصورة بالنسبة لصورة البطولات. أنا لا أستبعد أن يكون هناك مفاجآت في هذه البطولة، لأنه إحنا شاهدنا في الدوري كثير من الفرق اللي أندية الوسط كانت تفوز على الأندية الكبيرة، فهي تحاول في هذه البطولة أن تكرر إنجازاتها في بطولة الأبطال، وبالتالي تدخل التاريخ بهذه الانتصارات. طيب، فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث في البرنامج.